وصوت التليفون كمان. الو اي نال جوري، لك انت ليش ما عم تردي على التليفون؟ شوفي توني بخان ومجاني وعم تدور على اخوها جهاد، مو كنتي رح تاخذيها طيب على البيت؟ يلا انا جاي فورا. عمر انا مضطره اني امشي هلا. خير؟ شوفي ممكن توصلني وبحكي لك على الطريق شو الموضوع. قومي يلا، هاتي ايدك يلا. انا لازم اشوف جهاد فورا عمر. يعني بخصوص جهاد انا ما تغير رايي ابدا جوري، انت لازم تصارحي بكل شيء وباي طريقه كمان. ما بعرف بس حالته ما بتسمح لي حاكي بالموضوع. هو بهالحالة ما فيني اقول له كل شيء واصدمه. يعني انا شوي شوي عم حاول انه خبره وعم حاول لاقي الفرصة المناسبة بس ما عم يمشي الحال. بنوب صارت القصص ورا بعضها وبسرعة. مثلا اليوم الصبح توليب عم بتحاكيني مشان بيع المشفى. الو نعم توليب. الو عمر، جهاد ضايع. شو عم تقولي؟ مالي غيرك، ممكن تساعدني لو سمحت؟ طيب انا جاي لعندك فورا. قال اخوه جهاد ضايع. لا لا حياتي، ما له ضايع ولا شيء. توليب هيك قالت لي. هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه قبل ما يرن موبايلك هلا. عمر امبارح جهاد ما كان منيح وطلب انه يحكي معي، ولهيك اليوم الصبح هرب من القصر وصهري التقى بجهاد وطالعه بالسياره. حاول يرجعه على البيت بس جهاد اصر ما بده يرجع ابدا، وصهري ما عرف كيف بده يتصرف لهيك اخده على بيته. وليش ما قال لتوليب هذا الشيء يعني؟ لانه خاف تقلعه توليب خانه من الشغل. قصدك هذا كان الشغل المستعجل ما هيك؟ تمام، لكن خلينا نجيب جهاد وراح اتصل بتوليب وخبرها مشان ما تقلق اكثر من هيك على اخوها. قالوا ايه؟